محمد اليوم ما نقول لك ألف مبروك، خبرنا شو بيعني لك هيدا التكريم؟ عادة خاصة إجا من لبنان يلي عم بمر بظروف كتير صعبة. ما فيش ظروف صعبة ولا حاجة. طبعا سعيد بالتكريم جدا من بلد غالي، بلد احنا بنستمد منها حب الحياة. ما بعرف يمكن معاك حق، انت بتعرف اكتر. فشعب لما يمر بأزمة احنا كلنا لازم كعرب وكاخوة ناولنا 500 ورقة تقلها ضريبة واجب، يعني ان احنا لازم نكون مع لبنان مش بس في السراء، لا لازم نبقى معاهم في السراء والضراء. يا طعبر ما بلده، هو قال لي شو خيو قال نحن شراكي على الحلوة المرة وعشو شراكي ما حدا بيعرف، ولازم نساند الشعب معنويا. بس انت كمان افتح لي كيسك شوي. لك عم قال لك اذا بيطلع بايده يخدمنا يكرم شو بده نعطاه. وجدانيا وعمليا ان احنا نتحرك من بلدنا نيجي. المهم يجوا. سؤال من المقصود؟ ان صديقي بيقول لي ليه رايح لبنان ما فيهاش نور؟ قلت له ما اجمل لبنان على ضوء الشموع يعني. ولا السماء ما ولا شوفة عشان لك فاهمك انت بلا لك تنتين بشغله واحده. يعني يوم سفير الشباب العربي خبرنا هيدا اللقب شو بيعني لك؟ ما بنقول انك عم تبالغ، ما بنقول. يلا احكي لنا يا على بين ما يطلع الفيلم يلي عم نستناه. الممثل ايضا هو السفير بيمثل الشباب والممثل بيمثل فئات من المجتمع، فهي الموضوع قريب من بعضه. لكن كركرني كر 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 اضحك. اليوم يعني ما كانوا عم بيقدروا على محمد رمضان بالدعوة يلي عم تقام ضده، اليوم اخذ انت دكتوراه فخرية. لا وشو قال بدهم يخرجوني من اول 6 شهور. ما قبل بس هو ذكي كتير ذكي. يعني قبل الدكتوراه الفخرية ما كانوا عم بيقدروا لمحمد رمضان، اليوم بعد الدكتوراه الفخرية شو؟ هستنى بقى اشوف ردود الافعال ان شاء الله. هاد يا لطيف شو مخبح بال، هاد اذا انترك على راحته بحضنا يعبي الساحة مشانه بشخصية هي نمبر 1 ولا أقصى ولا يرس الشباب العربي ودكتوراه فخرية. صحيح مثل ما بيقول المثال، اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. لأول مرة من نصيب النمبر 1 بمصر والعالم العربي محمد رمضان. والله يا سيدي بتقول بده يعينه وزير. ليون عيون روح.